ثانية واحدة أول سنة مصرية على العراق. تمام؟ أيوة. عايز الكلية بس تيجي عايز الطبق. نهاية الدرايف. يعني عملنا التصويت قبل ما تيجي وكل الناس كانت عايزة الدرايف. أنت كده فاهم معايا؟ إذا إحنا ما زلنا جوالات. ونجحنا في الفرصة اللي فاتت ان احنا نعدي اللايف فيز عبر الفيو وعملنا لها ريسيرش ما تنساش ابدا يا حسين ان احنا نجحنا في تجميع الاشعه الضوئيه فاصبحت كل مويه هتتجمع في الاخر الى انها تبقى بوينت واحده تقع على اللينز. خد بالك انت لغايه دلوقتي بتتعامل مع اللايف نفسه مفيش اي حاجه حصلت جوه جسمك. انت عديت اللايف جمعته وعديته عبر البيوبل كل دوت انت مالكش دعوه باللايف. هيبدا اللايف تقع على الريتنا فهتبدا حضرتك تشوف الصوره اللي جايه منها لايف. تمام؟ اذا انا بدايه كلامي على الريتنا هو بدايه كلامي بقى عن الافكت اوف لايف. كل اللي فات ده انا عايز افهمك بس الفيزياء بتاعت اللايف تتجمع ازاي وهيقع ازاي وقع على الريتنا. اذا انا بدايه كلامي على الريتنا. ايه بقى الريتنا دي؟ الريتنا الناس فاكره كانت الانر نيرفوس لاير. الانر نيرفوس لاير دي يا عم لو حضرتك جيت تبص عليها هتبص تلاقيها لايرز كتير قوي. تعالى ناخدها من بره لجوه. يعني ايه من بره لجوه؟ يعني لو دول الثلاثه لايرز بتوعي فانا عامل مقطع كده وهبدا ارسم لك الحته دي من فوق. هعملها لك كده. يعني اللي انا هرسمه ده اللي ورا خالص. اول حاجه عندي لاير اسمها الفوتو ريسبتورز لاير. اسمها ايه؟ فوتو ريسبتورز لاير. فوتو ريسبتورز دول ليهم نيوكليون ولازم لهم هنتكلم عليهم بعد شويه حاجه اسمها السيناب بودي بتاعهم. ودول بيقابلوا خلايا ثانيه اسمها الفايبولر سيل. برضه ليهم نيوكليون. ودول بيدوا بيسلموا الخلايا اسمها الجانجليون سيل. والجانجليون سيل ديت هي الخلايا العصبيه اللي الاكسون بتاعنا بعد كده بيتجمع ويديلك الاوبتيك نيرف. الريتنا من بره لجوه. يعني ايه من بره؟ يعني من بره الاي. لو انت داخل انت قطعت الكليره وبعدين قمت قاطع الكولويد وبدات تبص كده اول حاجه تبص عليها تلاقي مين؟ الفوتو ريسبتور. ادي كمان فوتو ريسبتور. وادي السينابت بودي بتاعه. وادي جنبه خلايا دي اسمها ايه؟ بايبولر سيل. اسمها ايه؟ بايبولر سيل. فايبولر سيل بتسلم خلايا ثانيه اسمها الجانجليون سيل اللي الاكسون بتاعها بعد كده بيطلع تاني مين؟ اوبتيك. بس في كمان عندك يا عم ليمتنج ممبرين. حاجه اسمها ايه؟ ليمتنج ممبرين. ربنا خليها نشوف بتتكون من ايه علشان يحجموا لك الطبقات دي تبقى كلها مع بعضها عامله ليا لوحدها. ادي ليمتنج ممبرين وادي كمان ليمتنج ممبرين. مين في دول اللي جوه ومين في دول اللي بره؟ ده مين؟ ده اللي جوه. ده اكتر واحد فيهم جوه. ده الانر ليمتنج ميمبرين وده الاوتر ليمتنج ميمبرين. فاضل لي اني احط لحضرتك طبقه مهمه جدا اسمها البيجمنت ايبيثيليوم. اسمها ايه؟ فلو حضرتك بعد ما زهقت من اللي انا بعمله ده بدات تجمع لاير هيطلع لك يا احمد واحد البيجمنت ايبيثيليوم لاير، اثنين الفوتو ريسبتور لاير نفسها، ثلاثه الالترا ليمتنج ممبرين، اربعه تعتبر لاير مستقله المناطق اللي فيها النيوكليوي بتاعت الفوتو ريسبتور، خمسه ساينابتيك اريا، سته منطقه فيها نيوكليوي تاني، سبعه ساينابتيك اريا تاني، ثمانيه الجانجليون سيل لاير، تسعة الاوبتيك نيرف فايبرز، واخيرا عشرة الانر ليمتنج ممبرين. تاني الريتنا بتاعت حضرتك اللي احنا قلنا انها لير واحدة انر نيرفوس لير هي في حقيقة الأرض تتكون من 10 طبقات. 10 طبقات ازاي؟ قال لحضرتك لو انت مسكتها من بره أول حاجة تفتحها كده تكشفها تقول تلاقي طبقة بيجمنت دي بتيجي. طبعا دي هكلمك عليها حالا لأنها مهمة أوي يا حاج.
لو شفت البيجمنتي بيسيديا ما هيبدأ يبان لك الفوتول السيرتل. الفوتول السيرتل دول نفسهم اجسامهم بلك، لكن النيوكليار بتاعتهم في اخر جزء في اجسامهم دايما تكون في رجليهم، وفي هنا كده ليمتنج ممبرين اسمه ايه؟ ليمتنج ممبرين. فاصبح كان الفوتول السيرتل كله بره فده لير، وبعدين الليمتنج ممبرين الاوتر لير، وبعدين النيوكليار بتاعت الفوتول السيرتل لير تاني. كويس. وبعدين سينابتك لير ونيوكليار لير، وبعدين سينابتك لير وجانجليون لير. فانا علشان ما اتلخبطش يا عم، طالما الثلاثه دول فيهم نيوكليوي هقول على الاول بره ديت خالص، دي اللي بره، هقول على ديت اوتر نيوكليار لير وديت اوتر سينابتك لير، يبقى ديت الانر نيوكليار لير وديت الانر سينابتك لير، وبعدين ديت هقول عليها اسمها الجانجليون سيل لير، وبعدين النيرف فايبرز اللي بتتجمع ديت هقول عليها لير اوف اوبتيك نيرف فايبر. عشان انا عارف ان في ناس مخها احيانا بيتقفل، اعمل لك ادي الاوبتيك نيرف. ودي الانر انر ايز ليميتنج ميموري او ذا ليميتنج ميموري. ركز، محدش يجي يقول لك عد لي اللير يعني بتاع ثلاثه، بس احنا طول ما احنا ماشيين يا عمرو بقى في الفتره الجايه هنقعد نتكلم عن البايبولر سيرف، وهحط لك دلوقتي كمان نوعين من الخلايا حازم، واحده اسمها هوريزونتال وابكاين، واقعد اقول لك يا يوسف ان الفوتو سيرفل ادى البايبولر البايبولر الفيديه جانجليون. فلو انت مش متخيل اللي قدام حضرتك على البورد ده خلاص كل الكلام اللي جاي بعد كده راح، مش اي لازمه. الكلام بتاع الحلس في النهارده في اغلبه، ولو انت طبعا جاوب في سؤال لازم بالفعل اقول لك عليه بعد شويه، ولكن في اغلبه كلام سهل قوي عشان انتوا اي مشكله المفروض تمام، لدرجه ان انت من كتر ما انت هتبقى عايز المساعد يمكن تكسل تقرا الحلس، فتبص بعد كده تلاقي نفسك مش فاهم اي حاجه. ليه؟ لان الكلام السهل ده هو اللي هيفهمك بعد كده حاجات كتيره قوي 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 في الجزء اللي فاضل في الجزء. الريتنا تتكون من كام لير؟ وعين حضرتك معايا على البول تتكون من 10 لير. كام لير؟ 10 لير. اول لير بره خالص اسمها بيجمنت كريتيريا. طيب وبعدين اللير الثانيه دي اسمها لير اوف فوتو ريسبتورز، اللير بتاعت مين؟ فوتو ريسبتورز. كتير منكم قاعد مش مقتنع قوي ان الفوتو ريسبتور يبقى في لير لوحده والنيوكليار بتاعته في اللير الثاني. معلش يعني مش ده القضيه اللي انا عايز اقنعك بيها، انا عايز اتخيل ان انا عندي 10 ازايز ميه ماشي كلهم معمولين كده، وانا قمت جايب قماشه ومحوط الازايز كلها ومسقط الازايز كده، وتعالى قلت لك تعالى نتكلم يا اسلام، هتقول لي في طبقه فيها الازايز وبعدين الطبقه بتاعت القماشه وبعدين الطبقه بتاعت الخصيان، يعني الموضوع مش اعجازي يعني. مش دي مش يعني خليك فاصل لي لوحدها بلير والنيوكليوس بلير عادي، يعني هو الاوتر ليمتنج ممبرين لما دخل حجم اغلبيه الفوتو ريسبتور فوق لكن خلى النيوكليوس بتاعته بس لوحدها تحت. كويس. اول ليه اسمها؟ انا في مود سيء تخلونيش يعني اطلع غضبي عليك. ايه؟ ابوي. والله يا ابوي. ما تعرف. ولا لا اقدر، انا لو اقدر اعمله كنت عملت له وخلصت. عايز زيهم. هو اقول له تعالى نعمل اطفال يقول لي لا، وانتوا اقول لكم تعالوا ندخل تقولوا لي لا. قول له والله اقول لازم تعملوا اطفال، يا اطفال ما ادري. لا انا كويس. ايه؟ حاجه بتضحك يعني. الله يسلمك، الله يسلمك، شكرا يا احمد. بس ما تحطش انت نفسك قدامي النهارده. ليه يا دي؟ عايز انت ايه؟ عايز ايه؟ فتحت الوشي؟ فانت هتصحى؟ ايوه حاجة. لحظة. طبعات الريتنا 10. أول ليا اسمها؟ ثاني ليا اسمها؟ اسمها ايه؟ ثالث ليا اسمها؟
افضل ليميتنج ميمبرين رابع ليا اسمها افضل نيوكليا ليه. انت فاهم يا عمرو ان احنا نقصد مين بالنيوكليا؟ النيوكلياي اوف فوتو ريسبتورز. خمسه ليا اسمها سته ليا اسمها هنا النيوكليا اللي هي فيها مين النيوكليا بتاعت مين البايبولر ريسبتورز. سبعه اسمها هنا السينابتيك لاير دي فيها سينابتس ما بين البايبولر والجانجليون. ثمانيه اسمها جانجليون كلير. تسعه اسمها عشرة اسمها قال لك اه طبعا البيجمنتيبيثيليوم ده مهم جدا. مهم جدا ليه؟ اهم وظيفه بيعملها البيجمنتيبيثيليوم ان اوجمنت. يعني قال لك يعني في ابسولد لايت. انا عايز اسال الناس اللي فاهمه ده لو في حد قاعد فاهم هو الضوء جاي من هنا ولا جاي من هنا؟ تحت الضوء جاي من فوق ولا جاي من تحت؟ من اه وده انا بخايف منه دايما. قاعد انا متخيل بقى ان الناس اقوى بيجمنت دي في دنيا واصلا وبعدين الاقي ناس بقى بتخليها فوق يجي كده لا طبعا. جميل. كل الطبقات ديت متجمعه افكرها تاني. ده النيرف الاوبتيك طبعا اللي في النص دي اللي هي مين؟ ده المستمع ده الكلاير واللي بيكمل قدام ده مين؟ الايرس. والطبقة الخارجية دي اللي هي مين؟ الجليرة وبتكمل قدام الكولونيا. يبقى اللايف داخل ازاي؟ فديت اكتر ليا الانر. انا بتكلم على اوتر وانر يا احمد بالنسبة لجوه. بالنسبة لجوه العين. ده جوه العين. فلما اقول لك انر يبقى ناقصه الطبقات اللي جوه هنا. اوتر انا اقصد لبره كده ناحيه الكولاير. فكل الطبقات اللي فوق دي معموله لبره على الكولاير. وكل ما تنزل كده انت بتقرب اكتر منين؟ بتقرب اكتر من جوه من الفيتريس هيومر ده. ركز علشان تفهم. يعني هيسلم الضوء لما يجي زي ما انت مش عايز تصدق هيعدي على ده كله. الاشعه الضوئيه اللي داخله العين لازم تعدي على كل الطبقات العشرة دول. ايوه تعدي عليهم اكيد ينفع. بعد كده لحد ما توصل الى البيجمنت. ده شيء مهم. شيء بسيط بس مهم قوي. لان احنا لو ما فهمتوش دلوقتي هتفضل فاهم الفيلم كلها بالمشال. تاني ماشي. الضوء اول ما يجي هيعدي على دول كلهم يقطع على الفوتو سيرفس. تمام. تبدا الفوتو سيرفس تدي الشغل للبايبول تدي الشغل للجانجليون سيل الشغل تمشي في الاوبتيك نيرف فايبرز وتبدا تخش مع بعض يعملوا حاجه اسمها الحزمه بتاعت الاوبتيك نيرف. الحزمه بتاعت مين؟ الاوبتيك نيرف اللي لسه طالع من العين. هتروح وترجع؟ اه يروح ما في بيت
ايه الحكمة؟ انا هشيل ده. ايه الحكمة ان انت مش عايز اي طبقات تبقى ورا الفوتو سيرفس؟ يعني معنى كلامي ان انا عايز الفوتو بيجمنت لاير دي تبقى ورا الفوتو سيرفس على طول. قالك علشان الشعاع الضوء اللي يعدي حاجة من اثنين، هو لما يوصل هنا حاجة من اثنين، يا اما يخبط في الفوتو سيرفس ويأثر عليه، يا اما ما يخبطوش يعدي في البيجمنت لاير يخبط. ليه؟ لان البيجمنت لاير طبقة سوداء واللون الاسود بيعمل ايه؟ ويمتصر. فعلشان كده وظيفة البيجمنتد ايبيثيليوم انه يمتص الاشعة الضوئية اللي ما اثرتش في الفوتو ريسبتور. اي حاجة زيادة، اي شعاع ضوئي حسين وصل لحد هنا وما اثرش في الفوتو ريسبتور، خلاص بقى انت كده خلصت شغلانتك، تعالى علشان نمتصر. علشان كده في الافلام العربي القديمة كانوا بيجيبوا لك الكاميرات، كان المصور بيقوم نايم وحاطط ورا نفسه وماشي سودا، علشان الوايت اللي بيجي من الصورة لو عدى العدسة ودخل على الفيلم وخبط، حاجة من اثنين، يا الصورة تخش على الفيلم فتديله الصورة، يا اما تمتص كلها فين؟ في الأشعة السوداء. ليه؟ قالك عشان انا خايف لأحسن الأشعة الضوئية تخبط في أي حاجة ده وترجع تاني تصد على الفوتو ريسبتور. ساعتها بقى انت مش عارف منظر الأشعة الضوئية ديت ايه، فما كنتش هتشوفها. تاني احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على الريتلا اللي هي معموله من كام لير؟ معموله من 10 لير. انا بتكلم حضراتكم دلوقتي على انه لير في 10، بكلمكم على فين يا ابني بتاع مشاور ايه؟ بتكلم حضراتكم على اخر لير اللي هي اول لير من ورا البيجمنتد ايبيثيليوم، وبقول لحضرتك ان الطبقه ديت مليانه ميلانين. الميلانين دوت وظيفته ايه؟ حضرتك بتقول لي الميلانين ده وظيفته انه بيأبسورب اللايت. تاني وظيفه بتعملها البيجمنت الابيثيليوم لاير انها تستول فيتامين اي. ايه اهميه فيتامين اي؟ اسعيد كلام. ايه اهميه فيتامين اي؟ هقول لك بكره ان شاء الله. بس فيتامين ايه من وانت صغير وهم بيقولوا لك الجدل لاول نظر، اذا فيتامين ايه مهم في الجسم؟ رقم ثلاثة، البيجمنت ايبيثيليوم لاير بتعمل فاجوسايتوز لاي دبلايز، اي دبلايز او اي دبس اللي هنشوفها بعد شوية تيجي في المنظرة دي، تقوم البيجمنت ايبيثيليوم تعمل لها فاجوسايتوز، عشان احنا مش عايزين في المنطقه ديت اي حاجه تعمل لنا قلق، احنا عايزين المناطق دي تفضل دايما صافيه والاشعه الضوئيه تعدي فيها كويس قوي ومفيش اي حاجه تعكر المنطقه. فالبيجمنت ايبيثيليوم بيعمل ايه؟ فيها خلايا صغيره تعمل ثلاث حاجات. اول حاجه يا محمد ابسورد وايت، ثاني حاجه ابسورد فيتامين، ثالث حاجه فاجوسايتوز. تاني البيجمنت ايبيثيليوم بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه اثنين ثالث حاجه. طيب قبل ما اعدي من الحته ديت يا اسلام، عايز اقول لك معلومه ان كل اللي تحت الاوتر ليمتنج ميمبرين بياخد من الريتنال بلاد فيزل، لكن الفوتو ريسبتور لازم بتبقى في المنطقه دي، لكن الفوتو ريسبتورز قريبه جدا من الطبقه اللي في النص دي اللي اسمها ايه؟ اسمها الكولايت. والكولايت ديت يا يوسف احنا كنا بنقول عليها فاسكولار لير علشان فيها اوعيه دمويه كتيره. يعني حتى الفوتو ريسبتورز بتاخد الغذاء بتاعها منين؟ بتاخده من الكولايت. فكل الناس بتسمع عن مرض اسمه انفصال الشبكيه. يعني انفصال الشبكيه؟ قال لك يعني الطبقه بتاعت الشبكيه دي كده اتفكت سنه من العين. مين اللي هيتاثر؟ الفوتو ريسبتور. بس ما لما الفوتو ريسبتور تتاثر مش هتشتغل، ولما مش هتشتغل العيان بتاعك مش هيشوف. يبقى ليه الريتينال ديتاتشمنت بيعمل بلايندنس؟ تقول لي علشان الفول الفوتو ريسبتور بتاخد النورشمنت بتاعها من الكولايت. طب بقيه اللايرز اللي عليهم ريتينال بلايندنس
فمين بالذات اللي هيتضمن الفوتوسنتس؟ الاستعاده دي اصلا بدايه الحدوته كلها، ديت اللي هتعمل لي زي ما هتشوف بكره الفوتوسنتس. تمام، يعني الماده في زي ما تقول هنا مش هنحاول نوضحها كبيره صغيره قوي شويه ديفيوجن حاجات كده يعني. ايوه استنى سؤال. تمام، انت عايز تامن الكولوجي ولا الليزرال؟ يعني لايت عدى على بيجمنت بيسيم خلاص، تقصد ان يعني عايز كان انت بدل ما تجيبه ماشة سودا جايب اثنين، انت اول وظيفه دي من الخطوره. تمام، اي نقطه هيعدي على مين ده؟ طبعا لا، لو عدى على البيجمنت اللي فيها مش هيخش الفوتو سنتر اصلا. يا نورا الضوء جاي كده. الاوبتيك نيرف يا نورا، دي الاوبتيك نيرف فايبر بتبقى عامله طبقه بره خالص. الطبقه الفايبرز الرفيعه كده تمام، ويبداوا يتجمعوا مع بعض كلهم كده ويقوموا داخلين مع بعض من الاوبتيك نيرف. هنشوف حالا دلوقتي. طبعا متقطع، عشان كده كل الصوره اللي غير ان انا قدام عينك فيها كلها صور مش واضحه، انا بس اللي واضح. اشمعنى بقى؟ علشان عندي الفوبيا زي ما احمد بيقول الطبقات دي كلها متاخره على الجنب، وبالتالي المريض اول ما بيخش ما بيلاقيش ده كله، كل دول كده جايين على الجنب، يوم واقع على مين مباشره؟ على الفوبيا ده. فدي اوضح مكان تشوف بيه. تمام؟ طب بقيت اللايت ليل هتعدي على الليلز ديت هتوصل؟ هتوصل بس مش بنفس الكفاءة والوضوح بتاع اللي داخل على الأرض. احنا يا يوسف من الأول أما فتحنا العين كان فيها كام قطر؟ ثلاثة. اللي بره خالص ده اسمه ايه؟ أوتر فايبر شيرت. لقيت ورا مين؟ الميدل باستر شيرت. فأول حاجة لما أفتح هلاقيها مين؟ ده تمام؟ يا يوسف العين كله تمام؟ أنا هقطع فيها كده هتبص تلاقي طبقة بره الأرض، طبقة بعدها ميدل، طبقة بعدها الليزر، الليزر بقى لما تبص عليها تلاقيها بالمنظر ده. يبقى ده كله ده ولا دوت اللايت بيخش هنا من جوه. ايه؟ بس السيومر بالظبط هنا. هو ليه بنتوا امامه؟ يعني ايوه المؤتمرات اللي حاطه دي، انا سعيد ان في مؤتمرات في العلم، بس يعني قول لي انت عايز ايه؟ قول لي المشكله. يعني نعم يا السيلز دي كلها الخلايا دي قدام طبقات صغيره جدا، يعني حجمها لن يعوق حركه الضوء. لا هو بيعدي عليهم عليهم الاول خالص. يعني يمكن هم اللي بيروحوا الدكتور الشخصي الاول والدكتور الشخصي بينزل من يا جماعه السؤال الضوء اللي بعدي عدى على كل اللي هي ازاي؟ انت عندك سؤالين المفروض ما لهمش تاني. السؤال الاول هل الخلايا دي هتاثر على حركه الشعاع الضوئي؟ الاجابه لا، هي اصغر والفع من انها تاثر على حركه الشعاع الضوئي الا بمقدار بسيط جدا، وده موجود. علشان كده انت لما تبص عليا انا هتبص تلاقي ان الدولاب دوت مش واضح قوي، ده ليه اسباب كتيره من ضمنها ان اشعته الضوئيه عدت على الخلايا دي. فبطل فهل الشعاع الضوئي وصل؟ هو وصل بس ما وصلش بنفس الكفاءه. يبقى ده اول سؤال، هل الخلايا هتأثر على الشعاع الضوئي؟ هتأثر بمقدار بسيط. طب السؤال الثاني، هل الضوء هيأثر على الخلايا دي؟ الإجابة لا، ما بيأثرش عليها. ليه؟ لأن الخلايا دي مش مصممة علشان تستجيب للضوء، وإلا كان الإسكان استجاب للضوء.
احنا قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ما يسمى ريسبت. ايه هو الريسبت؟ موديفايد ديمينيشن اوف ذا ابسنت يوز. موديفايد ازاي؟ بحيث ان ربنا خلق جواه ميكانيزمات عشان يستجيب للستيمولز دي. مين في دول اللي مصمم عشان يستجيب؟ ده بس. لا 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 مش مشكلة. خليك فاهم بقى، خليك فاهم بقى، انا عايز كل ده فاهم. انا المفروض ان انا عامل حساب ان انا الحته بتاعت النهارده خلاص بسرعه جدا، ده انا لسه اقول لا لا ليه بس انا قاعد معاك خلاص وضعك بس انا عمال انزل قدام في حد مش قادر يتحرك وبقى ما زلت ومتكلم كلام انا بقوله ده. حد عنده في مشاكل اللي كان 10 ليرز عندك مشكله؟ لا لا الاعتماد بتاع ال 10 ليرز فيها مشكله؟ لا ان دي الليير الاوطر ودول كده وانت داخل دول انر عندك مشكله ان انت فاهم ان دول ده جوه ده بره؟ عندك بقى مشكله ان الضوء داخل كده؟ لا واحد تنزله ليكم. لا انا مش عارف مش عارف ما اعرفش 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 دكتور انا كده مش هخلص. في عندها جوه البيبنت الابيثيليوم في طبقات فيها ميلانين وفيها خلايا تانية تقدر تعمل فوتوسيرفس. ايه ليه؟ هقول لك بعد شويه. ان الفوتوسيرفس دوت بيبقى فيه ديسك، الديسك دوت فيه فوتو بيجمنت اللي بتستجيب للضوء. الديسكات دي طول الوقت بتتجدد بتتصنع تمشي 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 تقع هنا هتسيبها مهنيه هنا؟ لا دي تعملها فاكو سايكوزس. فين اللي يعملها فاكو سايكوزس؟ ابيجمنت نيجاتيف. حاجة جاي بي بي دي؟ اه بي بي دي. لا تعالى بيسمعك يا غالي. الافضل ايفريثينج انا هجيب الفوتو ريسبتور. انا عارف ده اول سؤال انت عايز تساله من جد من ساعه ما جبت احنا يا احمد بس انا تخيل مش هجاوب كله طاب. الاوتر ليمتنج ممبرين والانر ليمتنج ممبرين الاثنين معمولين من خلايا نوعها جوار سيل. نوعها يا احمد جوار سيل اسمها مولر. حد فاكر يعني ايه جوار سيل؟ جوار سيل هي خلايا بتاعت السبوزنج. فمولر سيلز دي نوع من انواع الخلايا السبوزنج تبدا تعمل بروسيسز كتيره قوي تتشابك البروسيسز ديت علشان تعمل لك الاوتر والانر ليميتنج ميمبرين. يبقى الاوتر والانر ليميتنج ميمبرين معمولين من خلايا اسمها ايه؟ خلايا اسمها ايه؟ المولر سيلز ديت نوعها ايه؟ نوعها ايه؟ كويس. واضح بقى ان الاوتر نيوكليير ليير دي الليير بتاعت النيوكليوي بتاعت الفوتوسنتيز. والجانجليوسيل لاير ديت دي الليير من خلايا عصبيه اسمها جانجليوسيل. هي كل جزئتنا اصلا الخلايا دي كلها تعتبر نيرفس او نيور. تمام؟ يعني البايبولر سيل ده نوع من انواع الخلايا العصبيه. حتى الفوتوسنتيز هو المفروض ان هو موديفايد فيرميشن او ان افلنت نيور. اذا كل ديت عشان كده بتقول ان النيرفس لاير اسمها الليير. كويس. انا بس عايز احط لك بقى خليتين هما دول اللي انا عايز اتكلم عليهم افضل. الكلام ده كله كنت اللي فات ده خمس دقايق بالظبط. ده بره وده جوه وطقم عندي كده حمرات هيعدي على اللير الزيه بس مش هيحصل له حاجه. هيخش يقطر في الفوتو سيمبل وتبدا الاشاره تمشي كده وناخد الاوبتيك نايت فايبرز ونطلع بيها كده بس مش عجبه يعني. لا انا عايز اقوله لك بقى نوعين الخلايا اللي انا عايز احطهم. انا عايز احط خلايا اسمها هوريزونتال سيلز هتلاقيها حضرتك النيوكليوي بتاعتها مع البايبول ولكنها بتفاينابس ما بين دول. مين دي؟ دي الهوريزونتال. خلايا ثانيه مكانها برضه مع البايبول بس بتفاينابس الناحيه دي اسمها الاماكلاين سيلز. الطبقة دي انت عندك كم نوع من الخلايا؟ ثلاثة. البايبولر سيلز دي الأساسية لأن أي فوتو ريسبتور لازم يدي بايبولر سيلز. دي ما فيهاش فصال.
لكن مع الفايبرسل لقينا حواليهم حاجة تعتبر انتر نيورون. والمفروض لما اقول انتر نيورون يبدأ يظهر في دماغك يفتح كتاب الذكريات وترجع لزمن السنسوري. السنسوري ايه الهوريزونتال سن وايه الاماكراين سن؟ هتعرف دلوقتي اخدنا ولا ما اخدنا. الاثنين موجودين في الطبقة بتاعة البايبولر سيل اللي احنا قلنا عليها من شوية الانر نيوكليير لاير، لكن الهوريزونتال سيل بتسينابس فوق ما بين الفوتو ريسبتورز والبايبولر، في حين ان الاماكراين سيل بتسينابس تحت ما بين البايبولر والجانجليون سيل. انا هكتب كلمة واحدة يا حازم على دي وكلمة واحدة على دي، وبعدين نبدا انا وانت نفهم وظيفه كل واحد. هكتب جنب الهوريزونتال سيلز يا محمد انها انهبيتوري سيلز، وهكتب لك جنب الاماكراين سيلز انها اكسايتاتوري. لو حضرتك عندك ضمير فانت فهمت الهوريزونتال سيلز. حد عندكم حد فاكر حاجة اسمها لازر انهبيشن؟ ايه لازر انهبيشن ده؟ ففينا مكان عصب يشغل عصب وفي عصب تاني جنبه، فانت خايف لا يشتغل تقوم باعت له ايه؟ انت نيوز. البايبولر سيل دي يا دكتورة لما جيت تفوق على الفوتو سيلتو ده هيقتل البايبولر سيل دي. انت خايفة من ايه؟ خايفة على البايبولر سيل دي كمان تشتغل. ليه؟ علشان انت عشان تشوف النقطة نقطة لازم تنقلها على كم عصب؟ على عصب واحد. طب لو البايبولر سيل دي اشتغلت والبايبولر سيل دي هي كمان اشتغلت كده هتتنقل نقطتين، او من البايبولر سيل دي وانا بشغلها ابعت انهبيتوري انفانيون يوقف البايبولر سيل اللي جنبها. اذا الانهبيتوري انفانيون دوت اسمه الهوريزونتال سيل، وده اكزامبل لحاجه حضرتك عارفها من زمان اسمها ايه؟ لاترال انهبيشن. يعني ايه لاترال انهبيشن؟ تقول لي يعني عصب بيشغل عصب خايف لو العصب اللي جنبه يشتغل فبعت له انهبيتوري انفرانيو. حد فاهم الهوريزونتال سيل؟ مين مش فاهم؟ ايه؟ قلت يا اما قلت من الفيلم اصلا يا اما في حاجه غلط. اول حاجه بتخلص هما الاثنين من بعض ولا عايز تشغل الاثنين جواب اللي جنبه جواب عايز ايه لو مطلع الاثنين واحد لو عايز تشغل اللي جنبه ولا كان لو كويس. تاني سؤال ايه اصلا اللي شغل اللي جنبه من الاول؟ يعني ايه اصلا شغل اللي جنبه؟ يعني لو عرفت ايه اللي هيشغله من الاول مثلا عملت ايه لو هي متوحده؟ انت بتطلع ايه؟ بتطلع اللي هي يمنع انه يروح يشتغل ده؟ اه مفيش مسافات اللي انت متخيلها يعني. ده اجابه السؤال الاول. السؤال الثاني لو هي نقطه واحده فدوت هيشتغل، لو انت عايز تنقل الاشاره كده فتبعت ده انهبيشن. طب لو هما نقطتين جنب بعض ده هيشتغل ده كمان بقوه فساعتها الانهبيشن اللي انت عامله ده مش تمام؟ يبقى في فرق ما بين ان انت عامل سيميوليشن هنا بس فانت بتوقف ده احتياطي ودي بقى اللي فيه سيميوليشن هنا وسيميوليشن هنا فكده كده الاثنين هيشتغل. يعني بيضمن بس طبعا انت بتضمن احسن حد يشتغل المفروض ما يشتغلش. يعني لو هو المفروض يشتغل هيشتغل غصب عنك. انا كنت عايز اتكلم دي اسف حلو ده لسه داخل بقى يعني سيبك بقى من الريفلكشن والكلام اللي وميوبيا وهايبرميتروبيا. لا يا خالص مش عايز الاحباط ده خالص. رجل ملتزم يعني. حلو. امال ايه الاماكراين فيلز يا احمد؟ قال لك الاماكراين فيلز اكسايتد. يا اسام. يا احمد الاماكراين فيلز اكسايتد بس بتشتغل فتره صغيره جدا. سنتيانت اكشن وتقف. ازاي يا حسين؟ قال لك هم وظيفتهم ان هم يحطوا لك very rapid change the light intensity او بمعنى ادق يا سالم بيقطوا لك movement of an object. ازاي يعني؟
انا قاعد بكلم حضراتكم هنا ففي فار جري ناحيه جري احضر فالفار اللي جري من الناحيه دي هو خد بالك اشعه الضوئيه دي كلها اشعه تقريبا يعني شبه من عينها ملاك تمام هتخش على اللوز واللوز ديت الجلد بتاعتها ضعيفه فانا مش مركز معاها يعني حبيبك وانت شايفني الدولاب ده بالنسبه لك لا شيء هو مجرد حاجه كده في الخلفيه انت مش مركز معاها بس لو في نقطه سوداء قامت جايه جايه جنب الدولاب هتبص تلاقي ان عينك انتبهت قوي للحاجه دي هتبص كده مش هتعيد انا شفت ما علينا بقى من انت شفته ولا ما شفتوش انت ايه اللي خلاك تنتبه؟ قال لك اللي خلاك تنتبه ان لو حصل تغير في الانتنسي بتاعت الواي فاي دي لو اعرف انتوا سبتوا ده تغير مقاس فيبقوا مش شغالوا بايبولا ثم البايبولا انت شغال الاماكلاين ثم الاماكلاين تعمل اكسايتيشن للجنجل وتزيد دي ودي تقول يا الله انا كده مش هشوفها نقطه انا هشوفهم نقطتين انت اصلا كده كده مش شايف هي كده كده اصلا مش شغال بس زياده الاستيميوليشن من الاثنين خلاك تنتبه ان في تغير حصل في الانر نيوكليير انا عندي خلايا رئيسيه ما فيهاش فصال اسمها بايبولر سيلز ما ينفعش يا محمد ما تبقاش عارف مين البايبولر سيلز دي الخلايا اللي هتاخد من الفوتوسيلز تدي من الجانجليون سيلز كويس عندك كمان خلايا ثانيه يا احمد يا فضيل قبل ما تنام انا عندي نوعين من الخلايا نوع اسمه هوريزونتال ونوع اسمه اماكاين اسمه ايه؟ ولا ما اسمه ايه؟ ما كان اسمه الهوريزونتال الخلايا بتعمل ايه؟ انهبيشن بتعمل ايه؟ انما لما تلاقي الخلايا بتعمل ايه فايده ده؟ تقول لي يا بيه الهوريزونتال سيلز ديت بتعمل ناتشرال انهبيشن فبتمنع ان لو في فوتو ريسبتور بيشغل بايبولر سيلز تمنع البايبولر سيلز اللي حواليه انها تشتغل. وبالتالي انا بعمل شاربنينج للسنسيشن. يا الكلمه دي كنا سمعناها زمان ايام ما كان لسه الفسيولوجي سهل ايام ما كان لسه مشكلتك في الحياه كونفرجنس وبايفرجنس شوف احنا بقينا فين يا اخي ناحيه ثانيه عندي اماكلاين سيلز الاماكلاين سيلز دي خلايا اكسايتاتوري بمعنى ان الاشعه الضوئيه لو اتغيرت الانتنسيتي بتاعتها هم كمان هيشتغلوا بس لحظيا لحظيا ليه يا عم سالم علشان ياثروا على الخلايا العصبيه اللي جنبي فتبدا هي كمان تشتغل لحظيا فحضرتك تنتبه لاي موفمنت غريبه في الفيلد بتاعك. صعبه الليلز بتاعت ذات نفسك. بس عاملين كده ليه؟ قوم اقف قوم اقف قوم اقف. ما انا بقى المنظر ده لازم تقوم تقف والله يا طارق. عارف انا النهارده جاي مش ناوي اعمل حاجه. لان جوازيتي قالوا لي ان في ناس متململه بالوقت. جوازيتي قالوا لي كده. قلت خلاص اخليني طيب اخليني طيب يا احمد يا كمان ده من جوازيك طب انا جاي جاي اه طب الشمس والنهار اليوم في واحده زي ما هي يعني بص زي ما انا يلا عبيد مين عبيد يا طيب انت مش واقف عشان تتكلم ولا واقف عشان تنام انت واقف عشان تركز انت بتعزم يا صمد يا صمد يا سامع الفيلم هذا بيخلص نفسي تسحب يعني محمد طه واحد لا والله نزلت قد ايه؟ 4-1 اول بتاع واحنا ماشيين عمالين نتبخطل فرحانين ان احنا سايبين الكليه لكن انا لسه اصلا ما دخلتش بيك في البلاوي السوداء البلاوي السوداء لسه جايه انا كل اللي بكلمك عليه اللي انت من بره طلعت كام ليا يا احمد؟ طلعت 10 ليا اول ليه من بره اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سيجمنت ديبيثيليوم تاني ليه بعد كده اسمها؟ فوتو سيرفس ثالث ليه؟ اوتو ليمتنج ميبلين اربعه خمسه اوتو كاينات سته سبعه ثمانيه تسعه اوتو سيرفس ولا 10 قلت لك
ان البيجمنت الابيثيليوم لاير ليها ثلاث وظائف مهمه. اول وظيفه انها بتعمل ابسوربشن لللايت، ثاني وظيفه انها بتستول فيتامين اي، ثالث وظيفه انها بتعمل فاجوسايتوز. وقلت لك ان في الكلى النيوكليير لاير الخلايا المحوريه بتاعتي هي البايبولر سيلز، ولكن في معاها نوعين كمان من الخلايا، نوع اسمه هوريزونتال سيلز ونوع ثاني اسمه اماكاين سيلز. اهم كلمه في الهوريزونتال سيلز انما الاماكاين سيلز المفروض ان حضرتك فهمت ايه الفايده بتاعت دي وايه الفايده بتاعت دي. اعتقد لغايه دلوقتي انت ما بتخافش اي حاجه صعبه. كونك يا احمد رزق في عندك اعتقادات ومقتنعات وقواعد انت مؤمن بيها مش عايز تقلبها، دي مشكلتك. عايز ايه اللي بيحصل؟ اقول لك حاجه، لو انا مسكت الاذن اكيد انت مش هتسال، يعني انت ولا اي حد تاني، لو انت هتسالني فين في الاذن قول يا قلنا يا احمد ان كان فوتو ريسبتور انت البايبولر بيدي هو بيديها زي ما انا ان شاء الله بكره الكيميكال دكتور. طب في بايبولر سيل ثانيه قريبه جدا منها اهي، لو دي اشتغلت ودي اشتغلت يبقى النقطه اللي وقعت شعاعها طابع على الفوتو ريسبتور ده هتبين للبرينو فين صح؟ يبقى حضرتك هتشوفها نقطه فين؟ انت مش عايز ده تطلع هوريزونتال سيل توقف البايبولر سيل دي. لو انا جبت الريتنا بتاعت واحد بالك انا هاجي فوق بني ادم وهقطع دماغه بالعرض وهشوف الريتنا بتاعته ادي الريتنا ادي النود طبعا هنا الريتنا الثاني. انا بس عشان عايز اوري لك حاجات فانا واخد دلوقتي مقطع عرض فهتبص يا حسان تلاقي ان احنا عندنا في الريتنا في تو اريز مهمين جدا. الاريا الاولانيه تقريبا في السنتر اوف ذا اي ودي اسمها الماكيولا لوتيا. فين؟ ليه الماكيولا لوتيا ديت مهمه؟ قال لك علشان ديت في نصها منطقه اسمها الفوبيا سنسار. اسمها ايه؟ خد بالك بقى فوبيا سنسار دي انا كده ودي اوضح مكان حضرتك بتشوف يعني يا الاء لو انت تمسكي من تقوى وعايزه تبصي هتقومي موجهه لفوق يا سنتال مستحيل. انا واقف تحت حمد مصطفى وعلى الرغم من ان عبيط الفيلد بس انا مش شايفها بوضوح. شريطه واقعه يا واقعه بس انا مش شايفها بوضوح. لو عايز اشوف عبيط ابص لها هي بالفوبيا سنتالس فتصبح صوره محمد مصطفى هي بالظبط. إذا الجزء الواضح قوي من الصورة ده بيقع على منطقة معينة اسمها الفوبيا سنترالس اللي في قلب منطقة اسمها ماكيولا لوتيكا. فدايما السؤال المحوري ليه أنا بشوف بالوضوح دوت الفوبيا سنترالس دونا عن بقية الليل؟ فالعلماء قالوا إن الفوبيا سنترالس فيها كونترول والكونت ما بتعملش كونفرس ما بتعملش ايه؟ يعني ما فيش اثنين كون بتوع في الفوبيا بيتجمعوا مع بعض. كويس. الحاجة الثانية زي ما قلت لكم من شوية ان كل الاربع ليجل ديسبلايز ذا اواي. يعني ايه؟ قال لك يعني المفروض ان قدام الفوتو ريسبتور ليجل في 8 او 9 ليه بالتانيين. ال 8 او 9 دول بخلاياهم بالفاينانس بتاعتهم
انا هقوم جاي عند الفوتو عند الفوبيا سنتالس واعملهم كده بعيد. هما موجودين قدام بيعوقوا الرؤيه في اي مكان، بس عند الفوبيا انا هاخد الليلز ديت كده وابعدها شويه فتصبح الصوره بتاعه الاوبجكت ده اللايت ليز بتاعتها واقعه مباشره على الفوتو سيب. اذا هل السلب اللي كانت موجوده بتاثر؟ هي بتاثر بس مش قوي. طيب ايه الدليل؟ الدليل ان احنا عند الفوبيا متخلين الليلز دي خالص، وبالتالي الوايت ليز بتقع مباشره يا سالم، وبالتالي دوت اعلى فيجوال اكيوتي، اعلى حده ووضوح للصوره. طيب السبب الثالث اللي بيخلي الفوبيا تنصار اوضح مكان ان البيجمنت الابيثيليا عندها ويل ديفلوب. يعني ايه؟ انا كان مفيش اي انعكاس لاشعه ضوئيه. الاشعه الضوئيه يا عمرو اللي هتيجي هنا تعدي من الفوبيا مستحيل تتقاضي تاني، ولا حتى باي نسبه. في الاماكن الثانيه في احتمال ضعيف قوي ان يحصل انعكاسات ضوئيه، انما عند الفوبيا مفيش. مفيش ليه؟ علشان البيجمنت الابيثيليوم ويل ديفلوب. اذا اول مكان اول منطقه في الميني في الريتن اسمها أول منطقة ترميني في الريتن اسمها بيترميني علشان في قلبها منطقة اسمها وأوضح مكان بشوف فيه عشان ثلاث أسباب. واحد كونز أونلي وكمان نو كونفرجن. كونز أونلي ونو كونفرجن. رقم اثنين الأذر ليال ديسبلايز. مش الأذر ليال زي الفوتوسيبتوس هي أكثر واحدة أو أكثر. الأذر ليال ديسبلايز ذا واي. ثالث سبب أن بيجمنت الميثيليوم ويل ديفلوب. الغريب بقى عم ان 3 مللي بالظبط من الماكيولا الجيد بتتجمع الاوبتيك نيرف فايبرز اللي كانت ماشيه عامله طبقه لوحدها وتقوم خارجه مع بعض. ودول 1.6 مليون فايبر. كم؟ جايين من كل الفوتو ريسبتورز من كل الجانجليون سيلز جاي 1.6 مليون نيرف فايبر هيتحدوا مع بعض يعملوا لي اوبتيك نيرف. فهم خارجين هنا ما بيبقاش فيه فوتو ريسبتورز اصلا. المنطقه دي احمد اسمها الاوبتيك ديسك. اسمها ايه؟ الاوبتيك ديسك ما فيهوش فوتو ريسبتورز. اذا هو بلايند. بلايند دي بلايند سبوت. يعني قال لك يعني نقطه في الفيجوال فيلد بتاعنا ما بتشوفش. الفيجوال فيلد بتاع حضرتك في بوينت انت كده كده مش شايف نقطه واحده. فالعلماء قعدوا يتساءلوا طب صدقني مش حاضر فينا انا شايف كل حاجه الحمد لله زي الفل. قال لك العلماء بلايند سبوت موجود والدليل على كده تجربه عندنا حضرتك عملتها الاكس اند دوت. تمام الاكس والدوت المفروض ان انت بتشوفه في العمل وعندك في امتحان العمل بس هي موجودة. يعني انا لما بمسك الورقة اللي عليها الاكس والضغط واخليك تركز على الاكس افضل اقرب 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 هتلاقي عند مكان معين الضغط اختفت لان الضغط وقع على البلايند سبوت. لو قربت اكتر ترجع في المرة تاني. طب انا ليه مش انا هعتبر ان انا مصدقها كده. انت بتقول في بلايند سبوت وانا عارف انت ما بتتكلمش عليا. طب انا ليه مش شايفها؟ فالعلماء قالوا رقم واحد علشان الباينوكيولار فيجن. عشان احنا بنشوف عينينا الاثنين مع بعض. بس هو انت قايل لي يا سلام طب اهو مفيش بلايند سبوت. فالعلماء قالوا علشان في حاجه اسمها فيري فاين موفمنت اوف ذا اي. العين بتاعتك بتتحرك حركه غير ملحوظه بحيث ان النقطه اللي المفروض تقع على البلايند سبوت ديت في ثانيه في جزء من الثانيه على البلايند سبوت في الجزء الثاني من الثانيه تقع على الكون فتشوفها. ترجع البلايند سبوت ترجع الكون ترجع البلايند سبوت ترجع الكون. فطول الوقت حضرتك بتشوفها. انت ما تشوفهاش لو ثبت عينك قوي على الاكس زي ما عملوا فيك في التجربه. تقول لي طب هي ليه ما بتبانش سودا؟ الحقيقه ده كان سؤال صعب بس العلماء جاوبوه برضه وقال لك لان البرين بيتعود مع الوقت انه يعمل حاجه اسمها الفيلنج يملى النقطه السوداء دي باللون اللي المفروض حواليها. يعني انت باصص على الطرح دوت بيج المفروض يبقى فيه نقطه صغيره قوي مش باينه
هو مع الوقت بيبدا يعتبرها هي كمان بيج زي اللي حواليه. تمام. فادو عمال اتدور على الماين بوك ده ما يعنيش قوي. انا اللي يعنيني ان حضرتك وانا معاك مصدقين العلماء الفيسيولوجيكال بلايند بوك. هي ليه فيسيولوجيكال يا عيني؟ موجوده في كل الناس لان سببها موجود في كل الناس. وهو مين؟ ايه سبب الفيسيولوجيكال بلايند بوك؟ تقول لي ليه انا مش حاسس بوجود الفيسيولوجيكال بلايند بوك يا محمد؟ هتقول لي سببين دول اللي في الكتاب. السبب الاولاني باينوكيولار فيجن. السبب الثاني very fine movement of the eye. هل في سبب ثالث؟ في سبب ثالث وهو ان البرين بيعمل بعد كده عملية اسمها فيلينج بحيث ان هو خلاص ايقن ان النقطة دي موجودة فبقى طول الوقت بيغطيها بالالوان اللي حواليه. تمام؟ مظبوط تقريبا انت وصلت لان هي كده كده المسافه ما بين الفوبيا والبايت سبوت 3 مللي 3 مللي في العين. تمام؟ بس لما تيجي في اولارم تيجي عند نقطه معينه صوتك تقفل. فاولارم دي اكتر صوتك ترجع تظهر. تمام؟ فيها تفصيلات في العمل انا مش عايز اشغل بالي بالموضوع دلوقتي. يبقى عشان السلام السلام مخصوص طبعا السلام خليكم زي كده. فانا عايز اقول ان الريتنا فيها منطقتين مهمين. المنطقه الاولانيه اسمها الماكيولا اللي في قلبها بنيه الدارج ده اوضح مكان بشوف. ليه؟ قلنا بقى علشان الاسباب كونز اونلي ما بتعملش كونفرجن البيجمنت الابيثيليوم ويل ديفلوب وعلشان الاذر لايرز سبريد اوت 3 مللي نيزل. علشان كده وانت بتعمل الورقه انت ما بتشوفش الحاجه اللي البلد ان الاشعه الضوئيه بتخش متقاطعه. تمام؟ ما علينا يعني الناس اللي عملت التجربه مثلا بقول لهم عشان كده المهم اللي ما عملش التجربه او اللي عمل التجربه وقاعد زي حالاتكم كده مش فارقه معاه اصلا التجربه دلوقتي. فاني واي يعني فنزلي للماكيولاريتيه على بعد 3 مللي تقوى توجد الاوبتيك ديسك وهي مخرج الاوبتيك نيرف وهي فيسيولوجيكال بلايند سبوت لان ما فيهاش فوتو ريسبتور. بس احنا ما بنحسش بده الاهتمام علشان ثلاث اسباب. سببين الكتاب باينوكيولار فيجن. السبب الثاني فيري فاين موفمنت اوف ذا اي. السبب الثالث حصول عمليه الفيلنج اللي بتغطي على البوينت الصغيره اللي انت مش شايفها. ايه؟ ثاني كالعاده. والكده قبل ايه غلط حق حق عليا. لكن بقى انا عايز اقول لك اسهل سؤال في الاسبيس افريقيا. يعني انا لما جه السؤال ده كان كله مش حاسس ان السؤال مفاجئ. لما لو جه لحضرتك في الامتحان سؤال الاسبيس افريقيا كلمني عن الفوتو ريسبتور فده معناه ان الدكتوره مها قررت تهديك في 5-6 درجات. حصل والله يا استاذ. عارف العملي يعني حتى لو هم مش موجودين عندك في المنظر كده كده بتعرفهم العملي. باينوكيولار فيجن. قول يا احمد عزوز. سببين البلايند سبوت لو مش موجودين عندك في النظري هتتكلم عليهم في العمل وعشان هم عليك في العمل فيخشوا لك في الشفا والعين. تمام؟ فاكتبهم كده كده هتفهمهم دلوقتي او هتفهمهم في العمل في الاخر. مشكله يعني. مشكله يحصلنا بعض. الفوتو ريسبتورز بقى انا ممكن اقول بطلوا كلام يعني ممكن ما اقولش جيد بطلوا كلام. Binocular vision, fine movement of the eye, ثلاثة فيلينج. ما تكتبش الفيلينج دي عشان ما تغلطش نفسك ما تقولهاش حتى في الامتحان. تمام؟ Binocular vision or very fine movement of the eye. بس.
في ناس يعني دي انا معلومه انا نفسي لسه عارفها من فتره يعني فقال لك ان في حاجه اسمها فيلنج وموجوده بتحصل في السي ان اس وبتاع فاحتمال تلاقي ناس ما تعرفش في الفعال تبقى بين دول فخلاص كله سوي مع هقول لك عند كورة خليني في البداية اقول لك الستراكشر بتاع اي فوتو ريسبتور اللي هي المنصات اي فوتو ريسبتور بيتكون من اوتر سيجمنت وانر سيجمنت ومنطقه بتاعه النيوكليوس وبعدين سينابتيك فوتو اي فوتو ريسبتور بيتكون من اربع اجزاء الاوتر سيجمنت وده بيبقى فيه يا عمرو داش الدست ديت هي اللي عليها الصبغه اللي بتشوفه فوق والانر سيجمنت بيبقى جواه ميتوكوندريا مين ده؟ ده الغرض تتكون من كام جزء؟ اربعه اوتر سيجمنت في دست عليها فوتو سيجمنت انر سيجمنت في ميتوكوندريا وبعدين المنطقه اللي فيها نيوكليس واخيرا سينابس فوق كون تتكون من كم منطقة؟ أربعة أول منطقة أو في الزمن بعدين المنطقة اللي فيها وبعدين من اول لحظه الناس اللي عندها ضمير عرفت الفرقين حتى لو مش مكتوبين عندك في الجداول الفرق الاولين في الاستراكشر الروب لايك الاوتر سيجمنت بتاعه الروب لايك حاجه عامله زي القضيب صغير كده الكوند كونيكال مش هيك الفرق الثاني ان الدسك في الروب عباره عن انفولد شيرم يعني السندم رين بنفسه هو اللي عمال يخش ويخرج فيعمل لك رفوف تحط عليها الفوتو بيجمنت انما في الكون الديسك سيبرت اجزاء مستقله من السيبرت دي خلين صغيرين قوي وبساط قوي يا احمد يا مرجي مش هم دول اللي انا ههتم بيهم بس انا عارف مش صعبين يا حاج الروب الروب لايك الكون دي كلها الروب الديسك بتاعتي فوق الفولتشر انما في الكون هي سيبرت اللغز عددها قد ايه؟ اللغز عددها 120 مليون الكونز عددها قد ايه؟ 6 مليون لا مفهوم الجلدوز مين فيهم موجود في السنتر بتاع الرياضة؟ مين موجود في السنتر بتاع الرياضة؟ الكونز طبعا هما اللي سنتر اشمعنى يعني ازاي؟ احنا لسه قايلين ان الفوبيا فيها كونز اونلي والفوبيا سنتر ضعاف يبقى الكونز موجودة فين؟ ركز بقى لو انا قلت لك كميه الفوتو بيجمنت اكتر فين ركز عشان تحفظ الجدول مره واحده اكتر فين في اللون وبناء على كده تبقى السنسيتيفيتي اعلى فين اللون وبناء على كده اللغز مسؤولة عن اللغية الليلية ما اسكوبوب اللغز ركز وافهم كلام تاريخ اللغز عندها كتب من تعطل تبقى السنسيتيفيتي بتاعتها اعلى تبقى حساسة للضوء الضعيف الضوء الضعيف ده بتاع انت صحيح ده التعليل اللغة الليلية حد يقدر يتوقع الكونز فوتو بيجمنت لسه
sensitivity list مسؤولة عن الرؤية النهارية في طابق بزنس. الرؤية الليلية اسمها كطابق والنهارية اسمها كطابق. يا حسن أرجوك مش معنى الرؤية الليلية والنهارية الزمن معناها شدة الإضاءة. يعني لو حضرتك قاعد بليل وقاعد منور 16 لمبة نيون تقول لي ما انا شغال دلوقتي الرب يا ابني الرب ايه؟ طيب لو جيت اقول لك كلمني عن الكونفرجن تقول لي الرب بتعمل الميني كونفرجن كتير قوي من الرب بيكونفرج مع بعض علشان كده الديتيلز ما بنشوفهاش. لو انت قاعد في الليل في الضلمه والنور اضع فحضرتك بعد شويه نعم بعد كده ليه بعد شويه هتبدا تشوف بس ما تبقاش شايف التفاصيل. انت بالكاد عارف ان دي الكنبه شوف عارف ان دي الترابيزه لكن لو جيت اقول لك حط لي بقى صوابعك على النقط الحمراء اللي كانت على الترابيزه قبل ما النور يقطع انا شايف حاجه انا شايف الترابيزه بالعافيه. ليه بالعافيه؟ علشان كل النقط بتكونفرج مع بعض والتفاصيل تعتمد على ان كل نقطه تتنقل كنقطه. طالما عندك كونفرجنس يبقى في نقط كتيره هتوصل كنقطه فبالتالي حضرتك مش هتبقى شايف الحاجات بالوضوح بالتفاصيل بتاعتها. حد يقدر يتوقع الكون؟ الكونفرجنس مينيمال في مكان ما فيهوش كونفرجن. الكونفرجن ايه ضعف لكن باستثناء كده الكونفرجن هي كمان بتعمل كونفرجن. الديتيل طبعا اقدر اشوف اخر فرق الفوتو البيجمنت كم نوع؟ تقول لي نوع واحد وبالتالي الالوان ما بميزهاش انما تكون ثلاث انواع كل في صبغه نوع كل واحد فيه صبغه لونها مختلف وبالتالي انا اقدر اميز الالوان وهنبقى نعرف بعد كده موضوع تمييز الالوان دوت في موضوع على حده. ده كان سؤال الامتحان ده كلام بالبساطه دي كده كان سؤال الامتحان جيل الناس السوشيال قارن ما بين اللوز اند كلام ما اعتقد الناس المفروض تخش فيه ولا غير تمام. في فرق اخير ان السيركل بوتنشال زمنه في اللوز اطول من الكون تمام. معنى ان السيركل بوتنشال اعلى ان انا اقدر اجمع في اكشن بوتنشال اكتر يعني سيبك من الفرق ده مؤقتا بس خليك معايا في البلوك اللي قدام حضرتك دي. اول بلوك في الاستراكشر ان اللوز شكلها لوز لايك شكلها ايه؟ انما الكون شكلها كونيك. الجزء اللي معموله جوه اللوز عباره عن الماجنيتيك فورس عباره عن ايه؟ ده خلاف من السلم بلين نفسه انما هناك تبقى لسبب لك ايه؟ تبقى لسبب الكون زي الفورس. طب خليني بس اخبط تاني اللب عدد قد ايه؟ عدد اللب انما عدد الكون ده اوقفك عشان جدول زي ده. اللب عددها قد ايه؟ انما الكون عددها اللب موجود اكتر والكون موجود اكتر. ده بقى الفروق المهمه ابني على بعض الفوتو بيجمنت في اللوز وبالتالي سنسيفيتي وبالتالي مسؤول عن انه فيجن اللي هي الرؤيه الليليه. الكون الفوتو بيجمنت الفوتو بيجمنت وبالتالي سنسيفيتي وبالتالي مسؤول عن الفيجن وعن الفوتو. اللوز فيها كونفرجن كتير علشان كده بتديل نو انما الكون الكونفرجن فيها مينيمال عشان كده بتديل يس. الكلوز فيها كم نوع من الفوتو بيجمن؟ واحد عشان كده الكالر نو انما الكونت فيها كم نوع؟ ثلاثة علشان كده الكالر فيجن موجود.
وهنا بدأ العلماء يفكروا فوصلوا إلى معلومات بالتتابع. تتابع منطقي جدا وبسيط جدا. قالك إن الوجه مسؤول عن الانفطار الفيزن والكنز مسؤول عن الانفطار الفيزن. فقام جاي واحد واحد معاهم جاي حاجة عن أي حاجة. يعني موضوع تاني أوي. قام حاطط نظرية. وقال لك إذا هناك الدوبلستي سيري وفيزن. فاحنا انبسطنا الكلام شكله يعني جديد اهو اوعى بقى قول لنا يا عم ايه الدبلستي ثيوري اوف فيجن الراجل قال لنا انا هناك كتب الفيجن وكتب الفيجن والنبي يا سلام قال لنا اه والله وفي الاسكوتوبك ما بنشوفش ديتيلز وما بنشوفش كلر انما في الكتوبك بنشوف ديتيلز وبنشوف كلر بس كده؟ اه بس كده اللي انا قلت نفسه ايه؟ الدبلستي ثيوري اوف فيجن عشان تقول انا بعلمها عادي بس انا تعال عليك ده فيري يعني ده خلاص كده وده اسمه ايه دبلستي فيري اوف بس جاي واحد تاني وبدا يفكر في بوينت ثانيه اوقع واهم وهي السبيكترال سنسيتيفيتي ركز بقى عشان دي مهمه الضوء الناس اللي ذاكرت كويس عارفين انه بيتراوح السبيكتروم بتاع اللايت من 700 وده بتاع اللون الاحمر الى 400 وده بتاع الازرق الغامق ده الكلام اللي جاي وما بين الاثنين دول تقع كل الالوان الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر تبدا بقى بعد كده تقلب بقى مش عارف البنفسجي والنيلي ومش عارف ايه لغايه ما توصل في الاخر الازرق الغامق قوي اللي هو الكحلي. فلما انا بقول لك يا احمد حط المعلومه بسيطه جدا العلماء بتلاحظ الحاجات البسيطه دي لو ان يكون اعلى سنسيتيفيتي ليها بتبقى عند ال 550 مين دي؟ انا دي كونز فقال لك يبقى الكونز عندها قدرة انها تميز اي حاجة في الفيلد بنفس المقدار ليه؟ لما تبقى السنسيفيتي بتاعتك عالية قوي في النص يبقى سواء مشيت كده او مشيت كده تقدر تميز الاثنين يا محمد بنفس المقدار طبعا هيضاف للكلام ده وبعد كده معلومات تانية في الكلام ده لكن مبدئيا كلمة سبيكترال سنسيفيتي نقصد بيها ايه يا آية؟ نقصد بيها ان الكونز اعلى سنسيفيتي ليه عند 550 في نص الفيجوال سكيل بتاع اللايف كله وبالتالي الكونز تقدر تميز اللايف بمنتهى الوضوح علشان كده بالنهار حضرتك هتشوف لو في ولد احمر وولد ازرق تشوف الاثنين واضحين قوي ليه؟ انت السنسيفيتي بتاعتك عاليه قوي في النص ده بيقل قوي وده بيزيد قوي فانت عندك القدره ان انت تميز الاثنين بنفس المقدار تعالى بالليل بقى الرز السنسيفيتي بتاعتها 550 اقرب لمين؟ اقرب للازرق فتلاقي ان انت شايف ان الورد الازرق كويس بس الورد الاحمر بره السنسيتيفيتي كتير بتاعك تقريبا فمش تبدا تشوف الحاجات الالوان المفرقعه الاحمر والبرتقالي والحاجات دي تبدا السنسيتيفيتي بتاعتك لانها بعيد عنك قوي تبدا السنسيتيفيتي بتاعتك ليها تبقى قليله فقام جاي عامل بيسافر زي العالم ده بالظبط معنى كده هو الوضع عمالة بتمشي بس معلش عشان يمكن ده يفكر في حاجة يعني وقال انا هقول لكم البلكنجي شيفت فينوميا طالما حطيت فيري او حطيت فينوميا يبقى هنتخض ده الراجل ده يقول كلام مهم ده هيتكلم عن ظاهرة تحرك قول يا عم بلكنجي قال لنا السنسيتيفيتي بتاعتنا في السبيكترم بالنهار بتبقى عالية أوي وبعدين بالليل بيحصل لها شيفت تبقى قليلة أوي بس كده احنا بنكنجي اه بس كده اه خلاص تاني من ايه جد؟ يمكن قاعد اروح الشارع بكره بقى مهما كانت الاعضاء محدش يجيب بكره
قالوا والله انا محتاج عندي حاجه خليها في ايدي يعني اقدر اوصل اليومين دول، لكن انا عمري ما هجيب باذن الله انا لسه في حاجه قاتله. انت ما تجيش حصه بكره اهم حصه في سبيشال سنتر كله. دكتور ده فين يا دكتور؟ ماجد يا دكتور. ماجد اه يا احمد، اه يا احمد، يا احمد لسه قلت حد قال حاجه من اللي انا قلته؟ اه ما طلعش حاجه. الحمد لله يا ابني بس مش واجد الواجد حسبي الله ونعم الوكيل. انا احمد ماجد ثاني يا طه يكتب الواجد. الواجد ايه بس؟ انا مشيت بعد السؤال الاول بص عند الغايه. السؤال الثاني كومبير لوز اند فورد. ايش تعاوز؟ تاكل ايه؟ ده سؤال النهارده، سؤال المايه اللي فاتت. اوعى اقل حاجه عايزها. هو ايه؟ بالنسبة ان في يوم في الاسبوع اللي فات مش هتبقى اسمها مش هحل الوقت ولا الثاني. الراجل ترى وحلله يبقى انا فاضي. شيء عبيط كتير. قولوا ربنا في الموبايل ده. في الموبايل ده. هات انا هديهوله والله. هات بس هو كان بيقول يا عم انت في حركة كده و حركة الشمس بس عشان هنمسك له حسيه. هذا هو على الدوله الدوليه.